فيديو مسرب للشامي من غرفة طفولته وشقيقه المتوفي تأثر عند رؤيته وما قاله مبكي. وانا اللي ماشي بشوارع المدينة بلاك، كل ما اروح باخذ الامل وبغض برجع بحضنك. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو الفنان السوري عبد الرحمن فواز والمعروف بالشامي مقطع فيديو له خلال تواجده داخل غرفة طفولته. وفي التفاصيل، نشر معجبو الفنان السوري الشامي مقطع فيديو له وهو داخل غرفة للأطفال، اعتبرها المتابعون بأنها غرفة طفولته وشقيقه المتوفي عمر. وأضاف المتابعون كلمات كان قد قالها الشامي سابقاً تعبر عن مدى الوجع الذي يشعر به، وقال: فأنا لاني من هاي الأرض ولا إلي رجع لهيديك الأرض، أنا لوين؟ أنا لمين؟ أنا وين بروح؟ فأنا لالي من هاي الأرض لالي رجع لهذيك الأرض، أنا لوين؟ أنا لمين؟ أنا وين روح؟ وأثار مقطع الفيديو حالة من التعاطف من قبل محبي الشامي الذين تفاعلوا بكثافة مع الفيديو معربين عن تضامنهم معه ومع قصته. وجاء من بين التعليقات: كأنه هاي غرفته هو وأخوه عمر مو. وفي تعليق آخر: هيدا بيته هو وأخوه عمر. فيما استعان آخرون بكلمات من أغنيته بتعليق جاء فيه: ما فيني انتمي للويل. صبر 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 لروحي وربي يعلم صبرة، كلي حزن علاجي خسرة. وفي وقت سابق نشر الفنان السوري الشامي مقطع فيديو مؤثر عبر خاصية الستوري على حسابه في انستغرام، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بحرقة خلال احيائه اخر حفلاته في اوروبا. وظهر الشامي في مقطع الفيديو الذي نشره وجرى تداوله على نطاق واسع وهو يغني مقطعا من اغنيته الشهيرة تشيل التي حققت نجاحات واسعة وتفاعلا كبيرا لدى الجمهور العربي. وارفق الفنان الشامي الفيديو بتعليق يحمل طابعا عاطفيا حيث كتب: سلامة دموعك وأزماتك يا حلوة، سلامة قلبك من الوجع يلي حملوك إياه على صغر. وأضاف في لمسة موجهة للجمهور المتابع: أنا والألاف يلي عم يغنوا وراكي حاسين فيكي، مشيرا إلى الدعم العاطفي الذي يشعر به جمهور الأغنية تجاه تلك اللحظة المؤثرة. وتجدر الإشارة إلى أن حفلي الشامي في أوروبا شهدا حضورا جماهيريا واسعا، وتصدر الحفل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تفاعل آلاف المعجبين مع الأغاني والأجواء، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الشامي في العالم العربي وخارجه. سميتك سما ما بيناسبك إلا نجم مطرت الأنهار فاتي.